في هذا السؤال برضو نرجع ونقول البكرات والسفاحين فيها عدلة الحبل هذا لوك A لوك B. بالتالي عندي ال 2T يعني 2A، ها 2A عندي سالب 3 تي بي يعني 2AA ناقص 3AB تساوي 0. هاي معادلة الحبل، تمام. أي يعني AB تقريبا بيساوي AA بتساوي تقريبا 1.5 AB، تمام. ما هي أصلا الجواب يطلع هنطلع واحد. طب كيف بدي أحله هذا؟ بكل الجاهل الفريكشن، تمام. طب فرضا أعطاني فريكشن، كيف بدي أحله؟ بكل بساطة معطيني هاي الكتلة 30 وهي الكتلة 10. هسه هاي كم حبل مربوط فيها؟ مربوط فيها 2، هاي مربوط فيها حبلين. هاي كم حبل مربوط فيها؟ 1 2 3. يعني هاي 30 تتوزع 15 15، هاي 10 تتوزع 3.3 3.3 3.3 يعني كشد. فمين اللي بنزل لتحت اكثر؟ بلاحظ انه اي بتنزل لتحت اكثر، فبالتالي حركه اي راح تكون هيك وحركه بي راح تكون هيك. فبالتالي تسارع اي بيكون بالاتجاه هذا، تسارع بي بالاتجاه هذا. ولو بتلاحظ بالجواب النهائي قال انه اي لتحت وبي لفوق، حل 100% منطقي. طيب كيف بدي احله؟ بكل بساطه احلل كل بلوكه. هاي بلوكه اي في فريكشن، لا، فالنورمال فورس بديش اياها. في عندي عليها 2T، في عليها MG 30 في 9.81 ساين 20، ساين الزاوية 20. شو هي بدها تساوي؟ بدها تساوي الام في ايه؟ كيف التسارع؟ هيك. طبعا بقدر افرضه بالفرض الثاني عادي. يلا نجي للبلوك بي. بلوك بي في عليها 3T، في عليها ام في جي 10 في 9.81. شو تسارعاتها؟ ام بي في اي بي، ولازم تفرض تسارع زي ما انا عملت، انه هاي فرضتها لتحت هذا فرضها لفوق نفس الاتجاهين. معادلتين مجهولين، المجاهيل هم مش معادلتين مجهولين، بحكي هسه 2T ناقص 30 في 9.81 ساين 20 تساوي ام اي اللي هي 30 اي اي. هاي معادلة رقم واحد فيها مجهول ال T وال AA. المعادلة الثانية 3T ناقص 10 في 9.81 بتساوي 10 AB، وهي برضو مجهولين T و AB. وعندي معادلة ثالثة، معادلة الحبل 2AA ناقص 3AB بتساوي 0. بخلي هنا AB موضوع القانون، بخلي هنا AA موضوع القانون، بعوضهم بالمعادلة هاي تطلع مع قيمة تي، بعدين لما اطلع قيمه تي بطلع اي اي بطلع اي بي، بيطلع معي الحل زي ما هو تحت. بيطلع عندي كالتالي، بقول عندي الحبل معادلته 2 اي زائد 3 بي، 2 اي 3 بي. شارط السالب يعني عكس بعض، يعني اذا هاي هيك هذيك هيك. شو بعمل هسه؟ سيجما اف ام اي 30.81 ناقص 2 تي بتساوي 30 اي زي ما انا عملت. هون نفس الشيء، حل المعادلتين تطلع معي الأجوبة. يعطيكم ألف عافية.